النشرة الرياضية من القدس دوت كوم، أهلا بكم. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن القائمة النهائية لأسماء المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، حيث ضمت الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي فرانك ريبيري. وسبق لرونالدو الفوز بالجائزة في عام 2008 عندما كان لاعبا في مانشستر يونايتد، فيما احتكر ميسي الجائزة على مدار السنوات الأربع الماضية. يسدل الستار اليوم وغدا عن فعاليات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا بالعديد من المواجهات التي ستحسم الصراع على المقاعد المتبقية في دور 16. وأسفرت الجولات الخمس الأولى عن تأهل 8 فرق تمثلت في مانشستر يونايتد وريال مدريد وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي وتشيلسي وأتلتيكو مدريد وبرشلونة. أهدر هال سيتي تقدمه في الشوط الأول ليتعادل بهدف لمثله مع ضيفه سوانزي سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وبهذا التعادل احتل سوانزي المركز العاشر برصيد 19 نقطة، متقدما بنقطة واحدة على هال سيتي صاحب المركز الثاني عشر. أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد أن رحيل الجناح الأرجنتيني أنخيل دي ماريا الآن ليس ممكنا، رغم أنه ترك الباب مفتوحا أمام احتمالية التحدث في هذا الشأن بنهاية الموسم. وأكد أنشيلوتي دي ماريا لاعب مهم للغاية لهذا الفريق، ومن وجهة نظر فنية رحيله الآن ليس ممكنا. بيّنت صحيفة الديلي ستار البريطانية أن نادي مانشستر يونايتد رصد 30 مليون جنيه استرليني للتعاقد مع المصري محمد صلاح والمدافع السويسري فابيان شار لاعبي بازل السويسري. وأشارت الصحيفة أن المانيو يرغب في تدعيم هجومه بالنجم المصري محمد صلاح المتألق في الدوري السويسري ودوري أبطال أوروبا، وبعدما أصبح هدفا للعديد من الأندية الأوروبية. أخيراً اعترف البرازيلي تياغو سيلفا مدافع باريس سان جيرمان بأنه صوت لصالح الأرجنتيني ليونيل ميسي لكي يحصد جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم. ونقلت صحيفة الإكيب الفرنسية عن سيلفا قوله أنه صوت لميسي ولكنه يرغب في تغيير تصويته الآن لو أتيحت له الفرصة من جديد. نهاية النشرة الرياضية، تحية طيبة وإلى اللقاء.